ما لا يفهمه البعض أو ما لا يريد أن يفهمه البعض بأن إيران الآن تحكم برأسين فعليا. هناك شخص اسمه مجتبى علي خامنئي، شاب أفندي، أميصو تفتهندي كما يقال بالعامية السورية، شاب رياضي والبيت فاضي. هذا الشاب في الخمسينات من عمره حالم بأن يجلس على كرسي أبي، يحلم بأن يجلس على كرسي أبي، ويصارعه على ذلك رجل اسمه إبراهيم رئيسهم، رئيس الإيراني الحالي، يصارعه على ذلك. فعليا من يمسك بزمام الأمور ومن يحكم ثلثي إيران الآن هو مجتبى علي خامنئي، إلى جانب طبعا أخوه قباد وغير ذلك. ولكن مجتبى علي خامنئي هو من أبرم الاتفاق مع السعودية، مجتبى علي خامنئي هو من سحب صلاحيات إبراهيم رئيس، مجتبى علي خامنئي هو من يريد السيطرة على الحرس الثوري، مجتبى علي خامنئي هو من يرسل السفراء، مجتبى علي خامنئي هو من يدير المشهد اليوم. هذا الشاب، هذا الرجل الخمسيني، طبعا هو ليس شاب بكل معنى الكلمة، أنا أتكلم تجاوزا، هو من وضع إيران الآن في مرحلة ترتيب السلطة. إيران تتقن مبدأ التقية السياسية، وهذا للأسف في يعني لا يتم الحديث عنه في الإعلام العربي ولا يغطى هذه المسألة. يعني فعليا كما أن لديك رضا السيستاني في العراق هو الذي يدير مكتب أبوه علي السيستاني، فعليا كذلك في إيران مجتبى علي خامنئي هو الذي يحرك كل المشهد وهو الذي يتصرف وكأنه المرشد. لذلك هذا الرجل زايد بشكل كبير على صقور النظام من أجل المصالحة مع الأمير محمد بن سلمان، من أجل ربط النزاع مع السعودية، من أجل توقيع الاتفاق برعاية صينية، من أجل التهدئة في المنطقة. وكل ما نراه الآن من مفاوضات أمريكية إيرانية بالدرجة الأولى مجتبى علي خامنئي يقوم بها، لأنه يريد أن يضمن كرسي المرشد، يريد أن يخلف أبيه دون أي مشاكل. التفكير الأكبر بإيران ليس فقط بميليشياتها، ليس فقط في مسألة قنبلتها النووية الموعودة، يجب أن نفكر بإيران الأنتاركتيكية، بإيران المعقدة في اليوم الثاني لوفاة المرشد، ليلة هلاك المرشد، كيف سيكون الوضع في إيران؟ نظام إيران ليس نظام مؤسساتي حتى نتحدث عن انتقال السلطة بشكل سلس، ليس نظام كما يعتقد البعض بأنها دولة طبيعية حتى نتحدث عن أن المسألة ستكون يعني كما يقال بشكل طبيعي. من فكر في اليوم الثاني في ليلة هلاك المرشد؟ ماذا سيحصل؟ من هو الرجل الذي سيخلف المرشد؟ هناك صراع تحت الرماد إذا صح التعبير بين مجتبى خامنئي كما ذكرت ويدعمه في ذلك قسم كبير من الحرس الثوري، وبين قاضي الإعدامات السابق والرئيس الحالي إبراهيم رئيسهم الذي يريد أن يجلس على كرسي المرشد ويقول بأنه أيضا هو سيد وهو أيضا آية من آيات الله وغير ذلك من المراتب التي لدى الأيارنة في دينهم. فأعتقد بأن هذه مسألة جد مهمة يجب الانتباه إليها. إيران في حالة ربط نزاع، وكل هذا يعني كل ما نراه الآن في المنطقة من ربط نزاع مع إيران أو تنظيم خلاف، عزيزي فداء في نقطة أخيرة أود أن أقول كله قد يصبح فاشوش إذا عاد ترامب إلى السلطة.